بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة وبرنامجكم صحتك ثروتك. الفقرة الثالثة النهاردة إن شاء الله هتبقى الفقرة اللي متعودينها كل شهر. هيبقى معانا المستشار الطبي الاقتصادي للبرنامج، وهنتكلم عن السمنة، بس هنتكلم عليها بشكل مختلف شوية. هنشوف تطورات السمنة، تطورات العلاج بالنسبة لمرض السمنة. الفقرة الثانية، الفقرة الأساسية عاملينها النهاردة في البرنامج، والفقرة الأساسية دي لو تفتكروا احنا من 3 أسابيع كنا ابتدينا موضوع سرطان الثدي، وعايز أقول كان رد فعل الناس على سرطان الثدي كان رد فعل قوي جدا، وده اللي شجعنا النهارده ان احنا نكمل موضوع سرطان الثدي بس بتفصيل اكبر شويه. الفقره الاولانيه زي ما عودناكم كل اسبوع وهي فقره الكبسوله، ولو تفتكروا الاسبوع اللي فات كنا ابتدينا في موضوع الجدير المائي، وكنا نهينا الحلقه بتاعه الجدير المائي بشويه اسئله. خليني الاول نرحب بضيف ضيفكم الدكتور محمد راشد، استشاري الحساسيه والمناعه. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح النور يا دكتور علي. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبارك الكبسوله معاك ايه؟ الحمد لله ماشي الحال. صباح الفل عليك. صباح النور. دكتور محمد، لو تفتكر الحلقه اللي فاتت كنا ابتدينا الجدير المائي، وانا فاكر ان احنا قفلنا الحلقه اللي فاتت بحاجتين. حضرتك جبت سيره الحزام الناري، وابتديت وانا سالتك 3 اسئله، قلت لك هنبتدي من الفقره الاسبوع الجاي. كانت 3 اسئله بنتكلم عن دور الدوله في علاج الجدير المائي، ازاي نقي انفسنا من الجدير المائي، وليه الجدير المائي منتشر اكتر في الاطفال اكتر من الكبار. تمام. ولكن على خلال اسبوع جالي 3 اسئله كمان. هو الجدير المائي ليه احنا بنصاب بيه مره واحده بس؟ وهل الجدير المائي مرض مقلق ولا مش مقلق؟ ثانيا، هل ممكن محدش يتصاب بالجدير المائي خالص؟ تمام. اتفضل يا دكتور. ربنا يخليك. هو طبعا موضوع مهم جدا، وطبعا الاسئله كتير جدا، فيعني الاول يعني خلينا نقول جهود الدوله دي نخليها في الاخر. نبدا الاول بالناحيه العلميه عشان الناس تقدر تستفيد. احنا نهينا بموضوع الحزام الناري، وانت سالت ايه ليه هو بيبقى موجود وايه السبب اللي بيحصل فيه الاصابه وكذا. هو حضرتك طبعا الجهاز المناعي، هو لما بتحصل اصابه بشكل عام من اي فيروس او اي جسم غريب او بيبدا الجهاز المناعي يتعامل مع هذا الشيء، فبيطلع الاول بيطلع نوع معين من الاجسام المضاده اسمها الاي جي ام. تمام. وحاجه اسمها الاي جي جي وحاجه اسمها الاي جي اي. دي كلها انواع معينه من الاجسام المضاده، دي بتطلع عشان تواجه الفيروس. في نوع بقى اللي اسمه اللي هو الاي جي جي، ده بقى اللي هو بيفضل بيعمل زي الهيستوري كده بتاع الريكوردر، بيسجل اي انفيجن او اي غزو حاصل على جسم الانسان. تمام. بحيث لما بتحصل اصابه ثانيه بيبقى الجسم ريدي، جاهز اللي هو التعامل معاه. وده هو ده السبب اللي بيخلي بقى نجاوب بقى، هل الاصابه ليه الاصابه بتبقى مره واحده ونادر ما تبقى مرتين؟ ليه؟ لان النتيجه لوجود اللي هو هذا النوع من الاميونوجلوبولينز بيبقى موجود في الجسم، بيقعد فتره طويله جدا في داخل جسم الانسان، عشان كده بتحصل في الغالب بتبقى الاصابه مره واحده. عندنا في بعض بقى الحالات، في بعض الحالات بتبدا طبعا احنا قلنا ان هو بيصيب اماكن معينه، الاغشيه المخاطيه، فبيبدا يهرب من هذه الاماكن. تمام. مع الوقت مع العلاج يبدا يهرب من هذه الاماكن، يروح لبعض الخلايا العصبيه الحسيه، وفي الحاله دي بيبقى دورمان فيها او كامل بداخلها لفتره طويله جدا من الوقت. تمام. في الحاله دي بيتحول بقى للنوع الثاني اللي هو اللي بنسميه الحزام الناري، عشان كده بيبقى في الخلايا العصبيه الحسيه، عشان كده بيسبب الم شديد جدا. يعني الحزام الناري ده هو النوع الثاني من الجدير المائي؟ هو نفس الفيروس ولكن بيتحور بشكل او باخر، ويبدا يقعد في هذه الاماكن الى ان يحدث نوع من انواع ضعف في الجهاز المناعي، يبدا ينشط بشكل او باخر. الحزام الناري برضه بيسيب الانسان مره واحده ولا ممكن يسيبه اكتر من مره؟ لا تمام، ما هو خلاص دورمان، لا يفضل ممكن يطلع كذا مره. لا طبعا. تمام. بيبقى موجود، ممكن يقعد فتره يحصل ريكارنت كل شويه كام فتره كده على حسب الجهاز المناعي. تمام. يرجع تاني لغايه ما يحصل ده، يعني يحصل بقى قضاء تمام، بس ده بياخد وقت شويه. تمام. على خلاف الجدير المائي اللي احنا قلنا له شكل معين، بيبقى فيه فقاعات وبثور وبعد كده كون كشوف، ده شكل ده بيحصل مره واحده. تمام. طب مين بقى الاكثر ناس، اكثر ناس عرضه لهذا النوع من الاصابه؟ واحنا قلنا طبعا هو بيبقى شكل كلاسيك جدا في الاطفال بتوع المدارس. فعندي من 4 ل10 سنين ده اكتر ناس بيحصل لهم الاصابه. ليه؟ لان الجهاز المناعي ما بيبقاش يعني طبعا عمليه العدوى بتبقى سهله جدا، طبعا الاطفال بيجروا بيلعبوا، كل ده بيأثر على الجهاز المناعي بشكل او باخر، ما بيبقاش فيه تغذيه، لو ممكن ما بيبقاش فيه تغذيه كويسه، وبالتالي بيخلي الـ 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 الاصابه بتبقى اسهل. فهم دول الاطفال
اكثر عرضه. طب تمام. هل البالغين ممكن يحصل لهم اصابه؟ طبعا ممكن يحصل لهم اصابه، ولكن للاسف لو حصل ان حد بالغ حصل له الاصابه بتبقى اشد من الطفل الصغير. الاعراض بتاعتها بتبقى اشد، الاعراض بتبقى اشد جدا. ده حتى في بعض الدول اللي الموضوع ده كده يعني مشهور، بياخدوا الاولاد يعني هم اللي بيعدوا اولادهم يعني عشان بيبقى سهل التعامل معه، هو طفل صغير بقى شديد يبقى الجسم يقدر يتعامل معاه وهو طفل. تعالى بقى احنا كده بنتكلم، طب هل في آلية معينه ودي بيندرج تحتها جهود الدوله عمليه التطعيمات؟ طبعا مهم جدا التطعيم، والدوله المصريه عامله دور كبير جدا، وعندنا المراكز المعروفه الخاصه بهذه التطعيمات، عندنا يعني زي المراكز الحكوميه زي المصل واللقاح، ولها فروع في كل حاجه بتوفر في كل مكان بتوفر التطعيمات. موضوع بقى التطعيمات له طريقه معينه، ما دي من ضمن الجهود ازاي الناس تحمي نفسها. طب. اول حاجه التطعيم. طب النهارده الطفل من 12 اول تطعيم بيتاخد من 12 ل 15 شهر، يعني مثلا سنه ونص، ده بياخد اول جرعه، بياخد جرعه طبعا في هذا السن. طب مش معنى السن دي ما بياخدش اصغر من كده ليه؟ لان هو طبعا هو ده بيبقى لايف اتنويتد او مضاعف. تمام. وبالتالي عشان خاطر ما يعني يبقى الجسم له قدره على التعامل معاه. بعد كده عندك بياخد جرعه ثانيه وقائيه ثانيه بوستر دوز تنشيطيه من سن من 4 ل 6 سنين. تمام. ده اول حاجه للي هو بالنسبه للتطعيم. طب افرض واحد ما اتطعمش وصل سن مثلا 7 ل 12 سنه، بياخد برضو الجرعتين، بس بياخد بالفرق بين الجرعتين 3 شهور. تمام. 3 شهور. طب افرض بقى واحد اكبر من 13 سنه او 14 سنه ولم يتعرض للاصابه بهذا الفيروس من قبل، يبقى برضو بياخد برضو الجرعتين، ولكن الفرق بينها حوالي شهر، من شهر لشهرين بياخد برضو الجرعات وقائيه. يبقى ده بالنسبه لحد لم يتعرض. تمام. طيب هل احنا في سؤال مهم وبعض من حاجات اللي هو بالنسبه للكبار الحوامل، طب هل لو ست يعني قبل ما اروح للحوامل لان الحوامل هختم بيها، اتفضل، ولكن هل النهارده انا لما باخد تطعيم الجدير المائي خلاص كده مش هصاب بالجدير المائي؟ لا خلاص، يبقى يعني طبعا ده بنسبه كبيره جدا، بنسبه تصل ل 95%، ما بيحصلش اصابه ثانيه الا اذا حصل ان هي دخلت وقعدت في الخلايا. طبعا عشان احنا امهاتنا تهمنا عايزين نعرف الجدير المائي والحوامل في دقيقه. في دقيقه هو احنا بنقول احنا الست الحامل يعني يفضل ان طبعا ده كله ياخد التطعيم، بس يعني مش اثناء الحمل، لو حصل حمل خلاص نحاول كل ست طبعا، لان طبعا هيؤدي لحدوث تشوهات وياثر على البيبيز واوزانهم والحاجات دي كلها، ويؤدي يعني بيعمل ضعف للام. فطبعا احنا في هذه الفتره لو ست حامل بقدر المستطاع، بلاش بقى شغل اللي ايه الحامل تروح تودي الحضانه وتيجي من الحضانه وتشيل الاطفال والكلام ده كله، بحيث ان هو ما تسمحش بفكره ان هي تصاب بالمرض، ان هي تصاب، لان طبعا لو خصوصا هي لو ما اتطعمتش قبل كده، فاحنا وبالتالي فاثناء الفتره برضك ما فيش تطعيم. يعني اذا الست الحامل هو الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج. تمام. طب احنا عشان حضرتك كنت قلت الوقايه بشكل عام، الوقايه بشكل عام الحاجه الطبيعيه خالص، غسيل الايد قبل وبعد، ان احنا طبعا ما يعني احنا لو حد مصاب ما يعني نقلل التعامل معاه او نمنع التعامل معاه، نبعد عن الحاجات الملوثه، لو في حد لقينا حد مصاب يبقى نعمل له عمليه من انواع يعني العزل كده، بحيث ان هو يعني ما يتعرضش لحد كتير عشان خاطر ما يبقاش مصدر من مصادر العدوى. دكتور محمد راشد اشكرك في نهايه كبسولتنا النهارده، وعلى امل لقاء في حلقه جديده وكبسوله جديده الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. بشكرك. بالنيابه عنكم بشكر دكتور محمد راشد استشاري الحساسيه والمناعه عن الكبسوله وعن المعلومات القيمه اللي ادانا النهارده عن موضوع الجدير المائي والحزام الناري. خلينا بقى نستعد للفقره الثانيه، الفقره الاساسيه النهارده ببرنامجنا، وهي سرطان الثدي. هنكمل رحلتنا مع سرطان الثدي ما بين الوقايه والعلاج. فاصل ونواصل.